روض الجنان صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان يدعوك يا شبل الزمان حور الخيام تاقت غرام وتقول هيا للأمام وتقول هيا للأمام نهر وطير قصر وخير نهر وطير قصر وخير هذا النعيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسود هذا مؤتمر كيني لحد سوق قابيين مركز التوفيق إسلامي سنتر مانتا ومالنتي لبات محاضرتنا ومحاضرتي أفراد وعنو يا عوان كيدو رقا يهوينك كلا أجنبي قابك أدغ مكران إوحي كوة أدغ مكران وعاي نوسو جين دونا شاقينا الشيخ محمد عبد أمل فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة موضوع درسك أما محاضرته سيدي هوري الله الشيخ وحقوك السابسين هي ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين حريرك هي علاقة كالحيسة لنك يهوين إذا أجنبك كلاة xiriirkaas iyo shuruucda loogu talagalay inay ilaaliso ama qaabka ay shariicada islaamku ugu talagashay inuu xiriirkaasi noqdo waa mas'ala muhiim ah maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay labada jinsi والرجاء يضمر كا وبن آدم كتشريتان كي سكوتا غنية لبدا الجنسي إي حرير كالأحمر كرا إيو حرير كاسي غورمو خلدين هاي غورمو سسحسين محل أقول هاي
محانسل أغلين ومسألة مهمة نلشينا يومي جاء أيه كوساب سنتا بحيث سيتشوك تاء وأين كلام مرمين أيه لبدي جنسي هو ذا نوليهن نلشي بي وداجا يانو كوضا دحيسا سيداس درادد حرير كدحمرية كورمو نقون كراميد إلهي سبحانه وتعالى ورالي كي هاي شريعة وافقسن مصلحة كتشرتا كورما سلديه كرا دبك كرنا لنا ياوين إلهي مرة ومتشعلا يعني واحد وخلدين هاي شريعة وخلافسين انت انان قد قد قلن ضوابط اما قضبط مهم كلو باهي إلا إلاليو وعن كور مرينا الله سبحانه وتعالى رجع يضمرك لبوك كالدق لبقي بوت قيب ورجع يضمر محرم إسوء ومعنى هذا أي تهي اسمك جورسن كران اسمك جيان أما قراباني ما يسوي مادين أما حيدت با إسوك هيني سيداس درادت وادد آن وليقود إسكورسن كرين داد كاسي وادد محرم إسوء كوا هادا آن كهال لينو وموضوعاني أوكو سابسيني هين ما دادنا وادد حرير كودا وادد للاشو أما حديد حرير كودا حديد نمو أينان قاري سينين هير أي محرم إسون نقون كران مركا الله صوغا بيانا وادد إسقورسن كرا أو أما وقتها سيسقورسن كران أما مئه أرين إسود دي دي ساعترتو هادي ميشا كبه حدا إسورو بكرتين إسقورسن كران دادكا سيوادد كلا إله دو أجنبي بيك ليهن بمعنى ضد محرم إسوء ما وإسجي كران وإسجورسن كران ضد كاوي ضد كاسي مركا نوع عاسا وأيو كساب سيني هاي موضوعا محاضرة دا أما كلمة دي أما درسيكو حرير كاكرت حين كراي انتبو دنيا سؤاشا انت انك جوابين وحينو كوهر مرينا إن الحسنو لبدا جنسي الرجل يضمرك أصل كود ميل بكود يمادين وإسكو أصل الله سبحانه وتعالى سيد القرآن كما نقول شيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الله سبحانه وتعالى آيادة وحكوت المامية أما ينوغو الشيغية أصل كأي كسو تشيدان رقية الدمر أصل كود نوائسكو مت رقية اللوكة يددق كل قد أصل وحاقو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللهم أركو أبو ري آدم آدم وحالق أبو ري حاسكيسي حواء سقال لك أبو ري تشيركيسال لك أبو ري سيداس دراتي رب سبحانه وتعالى وحليه وخلق منها زوجها الله سبحانه وتعالى حاسكيسي حاسكي آدم بانك وضعي وحاقوك أبو ري آدم لفتيسال لك أبو وشدد اللغة أبو ري وحيه لبدا جنسي ورقا إيا لبكا لبكا إيا ندقا أما رقا إيا دمركا وحا إسكو أصل لغة لغي إن أي نلشا كتحيسا أي نقدان داد إسوه الشدة أي نقدان داد إسلتشان قادي كرا أي نقدان داد إسفهمي كرا أي نقدان داد وداد لسي كرا الدنيا دان أو تعميرين كرا معي لها داي كلا جنسي أهان لهايين وحا أتكان لهايد إني إسفهمان وحا أتكان لهايد إني وضا نولادان وحا أتكان لهايد إني إسكو حسيلان وإسوه الشدان
لكن الله سبحانه وتعالى مركو اسكو أصل كرنيجي وحي تلماميسا وارنتا سي حكمت دكو جرتا اي تهي أصل كود ما دام أمي هاي إني اسو هشان كران ووضا نولان كران ووضا تشوغي كران بل إني اسكو حسيلي كران وانا ميدا الله سبحانه وتعالى آياتك لو قرآن كاميدا وكو تلمامي سيد ربي سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي آياته سواوين إي قدرتي سي أودي سكتو سي وحا كمدة إنو أبوري إذن كان إذن أبوري نفتننا إذن كأبوري حاسسكين يعني الله سبحانه وتعالى دمر كيبو أبوري رجي بالغا أبوري آدم بالغا أبوري مصلحة الله أبوري وحانا الله أوليها لتسكنوا إليها سيئات وحسشان سيئات وقدكتان سيئات إسوه هشتان سيئات نلوش أود وداكتان هذي ما دكال كسما يسنان لهيت أما حيوانات كلا أي كلا نقول لهايين لو حيوانو كلا دون أما حيوان إيه جمادات إسوه يمد أي أهان لهايين أما ملائق إيه بني آدن إسوه يمد أي أهان لهايين لما جنسيو كلا دون ما السورة ودين إني استحقلان ونلوش السر رسمي أو داكان إلهي حكمة ديسا وحي كدر أرسطي سي أجدد اللولي يهي أي أسورة ودو حكمة الرب لي يهينا أي أهير قشو أيو الله سبحانه وتعالى أصل كودا ميت كدين لابدو دو أسكو أصل مرك الله سبحانه وتعالى وحوري لتسكنوا إليها سي آد وحسشان سيداس درادت ننكو وقت جيس يا حالة دي هيسة حالة دو وحس اللون يهي وحالة دو وقر جيسي رير كيسة لتشوغو لنولي هوين يدون حالة دا اي وحس اللون تهي وقونا الدقان شاب بدن تهي وحالة دا اي ننك دا اي قر جيدا اي لنو شهيو حكمة الله سبحانه وتعالى وامرك ماشا يا كم وقت آيات كلا ربي سبحانه وتعالى وكاين يلي وينو شهي هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله سبحانه وتعالى وإذن كأبوري هل نفحق يضو إذن كأبوري وآدم وجعل منها زوجها هل كان نفئ إذن كأبوري حق يضا وحو الله كي يليو إذن كأبوري حاسكسي وحواء محال لو يلي سيدا ليسكن إليها سيء حسلو سيء قدقو أصل كمركة دمر كيرجو سكمل بيكسو جدًا حكمة أصل كود اللوم مدينة ربي سيدا وينو شجع ويانو وح ربي أور ربا إنه بن آدم كترمه إنه بن آدم كسيتشره إنه سيتشره أو ترمنا وح كو إيمان إسا لبدا جنسي إنه إسفهمان أو وح وذاجان أو وح كرده حيو أو إسلد دجان أو إسكو حسلان تاسا وح كينس بن آدم كترن كيسة إنه سيتشره هذا إلا بدن جنسي كالبودان وهوشي كده حيسيب إسوكو إمام وايا ماشي ناسي بني آدم مطر ما يمركز ترنكي بني آدم كوا قؤيا الله سبحانه وتعالى مرك حكمة دا أيو إنو تلمامي قضبك كلاب مضان إنا نحسنه وحوي الله سبحانه وتعالى مرك لبدن جنسي أبوري لبدو دبا واكرامي لبدو بالرب سبحانه وتعالى واكرامي ووحيا لأوصا مخلوقاتك كالكو كرامين بألكو كرامين سبحانه وتعالى سيد ربي قرآن كينو شاقي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بألكو سبحانه وتعالى آدم انتو رلي ورقي الدمر بله ربي وحليه سبحانه وتعالى وان كراميني وان شرفني وان قدريني بربي سبحانه وتعالى وحيلا لغو قدريبا مركا قيبا كمدا للشيغي ربي وحوليه سبحانه وتعالى للك كوركيس قاديد بان اويا اللي بدنا قاديد يكون مران بان اويا اللي حال الى هذا نولها للك كوركيس اتشوغا مركو دنتي ساسعضو عيد قاديد انتو فولا دنيه ساكو قادا او مخلوقات ساقو كلا او مخلوق الهي ابورتايا انت الله ساخيري بدا كمرا أما برّك كمرة أما هوذا كمرة وابني آدم و إلهي كرامين تي سوى سبحانه وتعالى وحو ربكو كرامي
أرزاقنا الأوربي سي سبحانه وتعالى طيبات يوحونا أكسن إيا حلال بوكو إرزاقي وحكو كرامي إن بدنو خلقي كم إذا انكفض لي رب الله سبحانه وتعالى تفضيل كاسي مركة لبدا الجنسي بواكا نحية لأن سيدة علماء الإسلام كليهين حكم كستا وحكامة الشرع هذا كم إذا ورق إلهي أشهي دمر كنا واكا نحية اللهم haddii ayna xukumkaasi ka dhaxaynin oo dumarku ragga kaga gedisan yihiin marka waa in la helo daliil si gooni ah u tilmaamaya oo oranaya xukumkaasi ragga dumarku lama wadaagaa ee dumarku iyagu way ka gedisan yihiin haddii daliilka noocaas la waayay khaaska oo ama aayad quraana ama xadiitha ah ama adillada kale haddii la waayo xukum kasta oo raggu leeyihiin dumarkuna waa la wadaagaa سيداس دراديت بان نبي جنو صلوات ربي وسلام عليه حديثك صحيح كسوغا و خولي دمر كمركو كهلي النساء شقائق الرجال بنبر صلى الله عليه وسلم دمركو و رغا جيخودا دمركو و رغا جيخودا بمعنى نولشي و لبا جيخ جيخنا رغا متليا جيخا كلنا دمر كا متليا احكامتي رغا لو شيغاي دمركنا وا اوتالا لانه وا جيخودي و اللهم هذه جرتنا استثناءات واجران احكام ضد مركه خاص كو اي كو رغه خاص كو وين مركه ادله خاصه لو هله وي مركه معنا سداس ويا انت مركه انت كغه سو غدبنو وعقلو يدن حسيد مودن لبد الجنسي مركو الله يسو ابور سبحانه وتعالى لبد الجنسي تعلقودا اي اسكو حدنانتودا اي سيده اسوغو باهين اي سينه او كلام مارمين waxay ka dhigan tahay ama ay shabahdaa si ayna cuntada iyo cabitaanka uga maarmin oo kale taqriiban baahida ilaahay bini aadamka geliyay cuntuu u baahan yahay cabitaan buu u baahan yahay hoy buu u baahan yahay gaadiid buu u baahan yahay shahwadii meel uu ku gutana waa u baahan yahay allah subxaanahu wa tacaala shay ghariiza baahi uu geliyay waa labadii jinsiba baahidu waa ku jirtaa baahidaasi waxay keenaysaa inay labada jinsi isku tacalluqaan oo isku xidhmaan sida waxay ku shabahaan culimmadu yani jaadibiyada maqnaatiista oo kaleeto bimacna baashan la yidhaahdo cufjiidadka cufjiidadku sida uu u jiito birta u jiito oo kale ayay labada jinsi markay kulmaan ay isu jiidanayaan markaba qalbigooda isjiidanaya indhahooda isdoonanaya warkooda isdoonanaya lanna baahi baa jirta cunto aad u gaajaysan tahay markaad aragto sida ay naftaadu u raacayso baa labada jinsina markay is arkaan naftoodu isugu tacalluqaysa qasab way isjiidanayaan sidii magnetko kale bay isu jiidanayaan علاقة مركة كده حيسا وعلى علاقة نوع عصو كلا علاقة مركة باهدة علاقة باهدة أي مركة وحيو بانتا إلا النظاميو إسلام كو حكم إذا واقعية دي سوى دين الواقع ودين بني آدم كان يدبع عدي سيوحو يهي يلوسو دي دبع عدى بني آدم كي الله كو أبوري إني هجاتي تسوي النظامي سو wixii ka khaldanna ka saxdo buu ilaahay u soo dejiyay subxaanahu wa ta'aala diin intay baahida bini aadamka iska dhaga tirtay tidhi warmaba baahnidan iyo banaanka mar haweenaydiina banaanka mar tidhi meehe baahidan ilaahay abuuray bay nidaam iyo qorsho u samaynaysaa si maslaxadeedana loo gaadho oo looga faa'iidaysto wixii dhibaatadeedana looga nabadgalo diinta islaamku marka dowrkeediiyo kaalinteedu waa saa أما لبدا جنسي سي أهان توضب اسكو تعلقون هدي قالي يهين هدي مسلم يهين هدي وحك استيهين حتى حيواناتك اسكناف بن آدم كي حتى حيواناتك اللب كودية ندي كودة تعلق وحاكا نحي إيو اسدونا شو إي استشيدة شو وحاكا نحيسة لازم حكم فربضان بانا كتشرة حكم هذا فربضان با كتشرة مدبا مركا لغا مارمانا تاسيوي تشرتاه وقصب إني شرته وات النبي جنو صلوات ربي وسلام عليه مال المال ما كم ده كما في صحيح البخاري وغيره
نبي صلى الله عليه وسلم اسقوا تاجن حجك حجة الوداع حجك سيهودا بيس النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركو مري اسقوا نيف جيل كور كسارا حق الضمرة وحا كسرنا الفضل بن عباس نبي إنا ديركي إساقو فضلنا قدال سارية نبي قلنا نيفك قيلة دوشة كسارية أيا وحا سو استاكتي هويني ريخف عم أدلتي وآدو قرحسن قبضوا النبي السؤال ويدينيسا فضلنا النبي قول لصعدا صلوات ربي وسلام عليه فضل مركو أركي هويني إذن وجهك قرحسن إي وجهك فران مركب إشي باك الرعضي نبي حكو براروغي فضل أو قبضي كرطيقاقي إشي سيؤن يدو لترت نبي انتو لقونت قبطي بفضل حقا وجهدي مركز النبي حكو صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن من الشيطان عليهما ويلا ليرا يا قبرنا ليرا بان اركيبو او اسكو دايغاي مركاسان شيطان نفطو دو امن نقو ايبو نبي صلى الله عليه وسلم معناه هذا وحوي بمجرد اي كلمه او اس اركان با ولا اسكو تعلق تعلق لبدا جنسي مركا واسكا سيداس ماشي لوو كلمه بنان هلا اسكو اركو غري هلا اسكو يمادو مخو اهاي حفلات هلا اسكو اركو ماشي لا اسكو اركو لبدا جنسي ماشي كو كلمان با واس جيدانيا وأنا شيء طبيعي إله سبحانه وتعالى أكو أبو ريو سلاسة ومسألة ضروري شرعة الإسلام كمرك هي الدين تن إله إن أسود سبحانه وتعالى سيدي باهيدا عمتضى النظام السي ويعمتضي قار حلال هي قار حرام إن أقو سميس باهيدا عبتان كسي النظام السي ويعبتان كقار إذن لبيات شرو حرام قارن حلال بو إذنيه كذلك سيدو كله أي شرع عدن وحي أن نظام السي حرير كإذن نحمر يرقي يدومر كو قارنا لبا كتشر أدونك ني آخر ذي نور لبا يا قارنا مصلحة كتشرت قار حرام بو إذن كي هاي قارنا حلال بو إذن يا قار وإذن بناه قارنا الله إذن مؤقلا شرع عدن مركز دور كذي كالين تيد وحوي إن إددك أهجا تسوي أن نظام السي حرير كاسسو أن نقول حرير هفن حرير مصلحة لغا قارو حرير لبكيسا لغا نبات قلو حرير مفاسدي سأقول الله إيمان كارو لغا بدبادو شرع عدد دور كيدية كالين تيدو مركواتا إني وحاقا تشيسو ومصالح دا أدوما دا إيو دانهو دا إيو وحي قباتو إلا شرع عدد شرع عدد إسلام كا مقاسد دا ووين وحاكم دا جلب المصالح ودرء المفاسد وحي مصلحة ابن آدم كدني أوجشرتو هي منفعة دي سنة إن الله كانوا لا سو تشيدو الله حصليو وحي مفسدة هي تبقى أما الدين تودا أما النفط تودا أما عقل كودا أما شرف كودا أما ترن كودا أما مال كودا وتبقى جي سنة ينا إن لقف جيو الله جا إلاليو ومقاصد ووين الشرع دو مصالح دنا إن يعني دتك الله كانوا لا تشيدو لو بنيو لغولة دادالو وحي مفسدك ينا يا أمر لباتك ينا ينا لغفوك ييو شرع هذا مقاسد يدا واوين بل قاعدة شرع هذا دان اي اصو النقون يسي أساس كواهي قندو قواتاوي معنى إلهي حكم اوتش دي شيء الحلالي هدا داركت وحلو حلالي أما مصلحة كليا كتشرتي لبكو مبتشربة أما لبيا لف بوالي لكن لف تسابة شيء الله حرامي هذا دركتنا أما واتنب كليو ديف ماله أما تنب إيا ديف لبضو وكو تشيران تنب كيسا بضن لما دام يدوا أدوه أما مركا قرأ أما هقراني مركا أما فهن أما هفهم لكن شيء إلهي ديدي لما تدي سابضن شيء إلهي أو قلاضي وفصحينا منفع دي سيا ديف تي سابضن شرعة الإسلام كو مركا وشرعة ميلفق وحكفيرين إلهي كون كان أبو رتيبة سودة شيء مالنا نوح كأركيني بوح كأركيسا عندكو قرال لسيدة ونو كلام معها مصالح فربضان يدنا فربضان بإلالينا إسا لبقى نينو موقنين وإيمان كاري كهر تغيسا سيدة أصدراد يدبا روح شريعة إلهي كتو ساي روح ويروح لباتاء الدون
iyo dhibaato aakharna ka badbaaday maslaha adduunya maslaha aakharna ruuxa gaaraya waa ruuxa shariicada ku toosay waxay la shariicadu ayada xogogaala ayada danahaaga taqaana adigu in badan danahaaga ma garanaysid waxa laga yaabaa inaad ishalayso oo danahaagi aad ku tumato adigu xagaaji isle ayaa dhici karaysa shariicada islaamku marka waa sida waxa ka dhalan karta marka haddii aan la hagaajinin calaaqada iyo xiriirka ragga iyo dumarka dhex maraysa ajnabiga kale ah haddii aan la sixin oo shariicada la waafajinin oo wixii khaldan aan laga sixin dhibaatooyin waaweyn baa imaan kara dhibaatooyinka waaweyn imaan kara waxaa ka mid ah mujtamaca akhlaaqdiisaa dhimanaysa dumarkii iyo raggii haddii laysku fasaxo sida gaaladu isugu fasaxan tahay oo kale xayawaanaadkii xooluhuna isugu fasaxan yihiin oo wax shuruuc iyo nidaam kala hagaajiyaba uusan jirin shayga ugu horreeya dhimanaya alqiyam alakhlaaqiya wixii qiimo lahaa ee akhlaaq ahaa waa dhimanaya mujtamacna hadday akhlaaqdu ka dhimato wax jira maaha mujtamac waa akhlaaq innama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat ummadii intay jirto waa intay akhlaaq leedahay mar hadday ummaddu akhlaaq weydo oo qiyamkeeda akhlaaqigaa dhintaan iyadii xayawaanaadkii xooluhu ma kala sokeeyaan kow waa marka koowaad arrinta labaad ee imaan karta waxay tahay cudurro waxaa imaan kara oo xidhiirka khaldan ee rag iyo dumarka dhex maraya ku imaan kara cudurro halis ah oo bini aadamka in badan oo ka mida khatar gelin kara waana tuu nebigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii cabdullaahi ibni cumar fii sunan ibni maajah wagayrihi nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam muhaajiriintuu la hadlayey wuxuu yidhi muhaajiriinow asxaabadiisa raggii maka ka soo hijrooday wey muhaajiriinow buu yidhi shan arrimood ilaahay waxaan ka baryayaa inaydaan gaadhin shan arrimood oo soo socda alla waxaan weydiisanayaa inaydaan gaadhin oo idinkoo nool aysan imaanin shanta arrimood wuxuu nebigu u hormariyey sallallahu calayhi wasalam zinada iyo faaxishada iyo xidhiirka khariban ee rag iyo dumarka dhex maraya bulsho dhexdeeda kuma faafo ilaa ay muujistaan oon la kala qarsaninba hadday taasi dhacda buu nebigu sallallahu calayhi wasalam alla wuxuu ku ibtileeyaa mujtamaca noocaas cudurro iyo daacuunno aan ummadihii ka horreeya soo marin olofiirsad xidhiirka khariban ee marka labadan jinsi dhex maraya sida xoolahana ay u wada dhaqmayaan oo laysku fasaxayo wax shuruucoo kale ilaalinaysa aynan jirin waxyaaluhu keeni kara waxaa ka mid a cudurro aan caalamkaba soo marin oo cusub khatarna bini aadamka geliya misdaaqa xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waaqican maanta aan ku noolahay baa markhaati cad ah nebigu waa ka sii warramay laakiin waaqica siduu u sheegay bay u dhacday mujtamacaadkan maanta jooga iyo bulshooyinkan maanta jooga markay raggii iyo dumarkii isku fasaxeen shareecadii calaaqaadkooda saxaysay ilaalinaysayna la fogeeyey maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay ilaahay inuu adduunka ku sallido cudur sannadkiiba dilaya malaayiin ayaga ka mid a waa tii nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh cudur dabar gooya oo wax badan galaafta ayaa ilaahay ku salliday subxaanahu wa tacaala nebi maxamedna waa sii sheegay sababtuna waxa weeye waa xidhiirka khariban wey xidhiirka khaldan iyo calaaqada khaldan ee labada jinsi dhex maraysa wey waxaa ka mid ah cadaab aakharo ciqaabo fara badan oo aadan adiga garanaynin say u imaan karto allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimaada intaasoo dhan waxaa weheliya bini aadamku wuxuu sharaf ku leeyahy oo xayawaanaadka kaga gedisan yahay iyo noolaha kale in badanoo ka mid a wuxuu kaga gedisan yahay ilaahay wuxuu ku fadilay oo darajo kor uga qaaday yacnii xoolaha waa ka fadilay xoolaha sidiisii oo kale inuu u noolaado oo dhaqankii xoolaha oo kale ku noolaado oo meeshii ay lab iyo dhadig iska helaanba ay iska haystaan oo isku tacalluqaan waxa weeyaan waa dhaqan inxitaad iyo hoosu dhac bini aadannimadii inta hoos loogu dhacay daraggii xayawaanaadka hoos loogu dhacay waxaasoo dhan waxay ka dhalanayaan marka
baahidan labada jinsi ku jira isu baahan yihiin hadan la hagaajinin oo la nadaaminin oo qorshihii ilaahay ugu talagalay aan lagu wadin wax badan ba halaabaya markaas noloshi waa fasaadaysa mujtamaci waa fasaadaya allihii kownkan abuurtay waa ciqaabaya ciqaabtii aakhara waa dambaysa khasaare adduunya khasaare aakhara lagu dhacaya saas daraaddeed laabudda in la ilaaliyo nidumka iyo dawaabidda shareecada islaamku ay dejisay shareecadii samadow waa shareecadii rabbi subxaana wa tacaala waa shareecadii maslaxada iyo manfacada waa shareecadii madarada iyo dhibka dadka kala dagaalamaysay shareecada inaan ilaalino ayaan ku gaadhi karnaa danaheen asagoo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh khatarta ay leedahay labada jinsi khatarta ay leedahay labada jinsi calaaqadoodii xidhiirkoodu hadduu xumaado isagoo nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhibka ka dhalan kara ayuu xadiidkii abi saciidin alkhudri nebigu wuxuu yihi sal alayh wasalam ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa shay macaan oo haddana cagaar ahoo midabkiisu cagaar yahay naftaa jecel baa laga wadaa wa ina allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun allana adduunyadu idiin dhiibi wuxuuna idinku dhiibayaa inuu idin fiiriyo bal sidaad yeeshaan maxaad samaynaysaan markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alayh wasalam fattaquu addunyaa wattaquu annisaa war adduunye iska jira dumarkeedana iska jira limaada adduunyada noocyaheeda kala duwan oo xoolaha leh oo kuraasta iyo boqortooyada leh oo magaca iyo shuhrada leh oo intaas oo fitan leh buu nebigu si gooniya wuxuu usa u magacaabay markuu adduunyo dhan ka digay buu si gooniya haddana wuxuu u taabtay wattaquu annisaa iska jira wuxuu nebigu daba dhigay sal alayh wasalam fa ina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi nnisaa buu nebigu sal alayh wasalam fitnadii ugu horreysay ee ree bani israa'iil dumarkay ka bilaabatay buu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddii inaga horreysay mujtamacii inaga horreeyay ree bani israa'iil fitnadoodu kow waxay ka bilaabatay calaaqada rag iyo dumarkoo halaabay shuruucdii iyo shareecadii loo dejiyoo laga tegay wixii oo isku dhex fakaday tanay ka bilaabatay fitnadii ugu horreysay ciqaab ilaahay baa timid akhlaaqdii baa fasaaday ree bani israa'iil halkaasay ku halaabeen kadibna allah wuxuu ku salliday cadow bannaanka kaga yimid oo markay akhlaaqiyan fasaadeen buu ilaahay wuxuu ku ciqaabay in cadow dibadda a lagu sallido ree bani israa'iil waa kii la burburiyey bacda nabiyillaahi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waa kii ilaahay ku salliday wathaniyiinta waa kuwii la barbaabi'iyey waa kii dawladooda la tirtiray ree bani israa'iil dawlad u istaagta bacda daalika waa qarnigii hadda taga aakhirkiisii wey muddo dheer oo dhowr kun oo sano ah taqriiban dawladii uma istaagin xaggay maxay ku timid waxay ku timid dumarkaa fitneeyey oo dumarkii iyo raggii baa isku fitnoobay akhlaaqdoodii baa hallowday ciqaab ilaahay baa ku dhacday waa burbureen waa kala qaxeen way kala tageen adduunkay kala galeen ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtaasuu ku keenay sababtuna waxa weeye calaaqadaa hallowday calaaqadaasi marka in la hagaajiyo laga taxadaro waa masale lagaa maarmaana walaalayaal waxaana intaasi muqadimo markaan ka dhigno aan u gudbaynaa xidhiirka rag iyo dumarka dhex maraya labada jinsi wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo awalan almufaasala waalmumaayaza wa cadamu alikhtilaat labada jinsi waa in la kala sooco waa in la kala maro waa markay ajnebi kale yihiin baan ka hadlaynaa markay isqabaan ama maxram isu yihiin kama hadlayni taas laakiin markay ajnebi kale yihiin waa in la kala fasliyo waa in la kala sooco waa in la kala fogeeyo waa in aynan isku dhex qasmin waa inaynan isku dhex qasmin ama goobaha tacliimta waxbarashada ha noqoto majaamicda caamka iyo xafladaha laysugu imaanayo ha noqoto shawaaricda iyo jidadka ha noqoto lianna isku dhexgalkooda ay isdhexgalaani mafaasid fara badan iyo dhibaatooyin fara badan buu keenaya nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka asiidni alansaari saxaabiga la yidhaahdo uu warinayo ayaa nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarkuu la hadlayay wuxuu ku yidhi nebigu sal alayh wasalam istakhirna istakhirna durka buu nebigu sal alayh wasalam waddada kala barhkeeda
هي برتمه هذا كدرك دين عبطة فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق دمرك هداتين حق ملهذين شدك برسميه سينا سكوء أدسان وشد رقي دمرك وضح مريان عليكن بحافات الطريق ونبي صلى الله عليه وسلم شدك دين عيدي سلازمة وشدك دين عكمرة رقنا معناه وحوي شدك برتميه سهمرا إذن كنا دين عصوبة دي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كابو داود باصوصار حديث أبي هريرة باكرة إساقنا وبيهق في الشعب كصوصار إساقنا حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق دمركم ما أي لها شرك برتميه سا واتشتك واتشتك الرقية دمر مركة وضا مريان وإن أي دنعوك لبحان وإن رقنا دنع مره رقنا دنع مران سيدنا وكلا مركة اللي سوي ما دو اجتماعاتك سيدنا وكلا وإن رقنا دنعيهين دمركنا دنعيهين كلا سعيهين تعليم تأيو قوبها وحبر شدا وإن لك السعية قوبها لقاء ذيكتو وإن لك السعية كلا السعيدة يستحقل إنا اللي يستحقل ومقصد كم إذا مقاسيد شرعة وأن الضوابط شرعة أيود تشيسي لمدى الجنسي مركي أجنبي كليهين ضوابط إيا شروع ذا كلا إلالين يسي لوغو تلقل إلا إلالي أي كمت هدي اللي يستحقل محاكا لنايه هذه ليس كل حفكة ذو أو ليس دح مشاحو أو ليس دح فريستو أو لها ساو أو ليس كشه كيستو محا إيمانية محا نبا كتشرة نبا توين ووين با كتشرة نبا توين كتشرة وحا كم ذا أولا وحا لما نيسا مادة اللي إرادة مادة الحياة حشوت كار لما نيه حشوت كنوا إيمان نبي يقول صلوات ربي وسلام عليه إن الحياء والإيمان قرنا جميعا إيمانك إيا حشوتك وليس كل ما نييب نبي يقول صلوات ربي وسلام عليه لبضوض وليس كل ما يهين فإذا رفع أحدهما رفع الآخر متكود هدين لقاضه أو ماشي كبعه كي كلنا والرعية ماشي محين كفها هني حشوت هدوسا ماشي أولين إيمان نما يالو حديث كي كلواكي نبي يقولها والحياء شعبة من الإيمان حشوت كوا قبل إيمانك كمدة بل قبل الذي سموين كابو كمدة حديث كي عبد الله بن مسعود سعيد البخاري النبي يقول صلى الله عليه وسلم مرتدا لقصو قاري أنبياء هوري وحا كمدة لقاها يو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حدادا حشونين وحا دونت السماء معناه هذا وحوي روحوا هادو حشوتكو كرم ماضو وحو البوا لقى في الشهر وحو البوا كالسوروبان حشوت كاسي مركا وحاد دي ليا لمدى الجنسي اسدحق الكود ساسا هادو البدر كيسان نينكا بطسادة دو مركا نحشوغي دو دا لنولان شهو دا لفريسي قو دا حشوت كا كرم ماضو إلا مركا دمبابا او دو مركا لنقل حساسية ما قبوا إنه إسكندح شوه كذلك هؤلاء إذا رجع كل حنول جواه إسكول لذا شامع لها مجالس اللي سوقي ما دو كل حكرتا إسكندح شوك تمر قدام بنيم بين نقطة حوا كم ما قبته هو حبيرته لكن كي يضبع عدي رجع كلا قاضنا يسح شوت كنا وكنا ماني حشوت كاسي هدور دنتنا وساء شوشكنا إيمانك أساس كأوها الدين توادمانيا وغضب غضب هذا كالتي وحيالها كالتي كرنا لنا يوي فربنيه وحاكم ذا لبدا الجنسي كلما أي كلام مقنادان مركزتو أي كلام قرصو يهين أي كلام فوق يهين حيسها أي سوقبان بابضاني حيسها أي سوقبان إيا الربيد أي سرابان بابضاني أدي لكن أنت اللي سكون حسيدا يا سكون ركتان سكون ركتان ويصدح قلان اختلاطان رجنا حساسية ذا كتجيس الدمر كان حساسية ذا كتجيس وواحد رأي يروح هيستوى عدان كان يوم مجتمعات كان رأي يبقى هيستوى نينكي واحد والله جاي يا بها وانتي ووبا هي لكن ما بقدر انقاضي يبا ناكتينا وبانت لكن ما بقدر انقاضي سوا درينكي مع تكسي dareenki waxa tagsi waa la isku rigtay waa la isku dhaxjira lama kala soocna wixii waa dhintay marka laana waxa la yiraahdaa kasratul masas
تذهب الإحساس بلدا تاتابشاد فراها بدن وحي تكسيسا درينكا درينكا لمن يمر درينكو إنو دنتالا لمربو مقصد وين با كتيرو شرعيا ساس دراد الدمر كوح الله أسطوريو عندها الله أسطوريو وحال الربا إشو مركي كرد عضو خورينا أينو أركي تشيرين معنى وين بيو سمينيس إشو لكن هذي كبضتو 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 واروحوا واحد أركي تشيرتيوه صوحي وحي ونوا هل قاسي أتاقنت حكم فربنا أو مركي شرعي وإنك مركي إنا كبرا روغنا إدعي كريس وبا ميشو كتشرت حكم فربنا با كتشرت مركي إن لماذا الجنسي لك لفوقيه نبي قال نص اللهم هنا يبضني كلفتم ويه مرهد أجنبي كليهين وإلا كلا صعو وللأسف وحقاد نصيب حموه إن دولة ده إسلام كي مجتمعات كمسلم كه دمر كي الرجع وحبر الشدة وظل يسكت أحضره بينما دولة ده فربضان يوم مجتمعات فربضان وقالا انتي أركان مفاسد يدباتوين ككتشرت أي كانين إن لي هذا دمر كي نقولي وحلوبر ورجعنا نقولي وحلوبر حتى قال ذي بعد درين سنة وكذا واقع يصير بعد تضع إلى هذا هاي تعليم تمختلط كا الرجع دمر كويس كل حق سينهم نبي جينا نبات قرنا يسال صلوات ربي وسلام عليه جوبها عبادة يا مرك اللي يسقوي ما دو دمر كانوا جوني بيوتو كنشرين مال جوني يكوت كنشرين قال الله بمرجر رجعنا جوني بالسوم مرجر إلى النبي قول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء أولها وخير صفوف الرجال خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها والنبي صلى الله عليه وسلم رجو مركي سلادة تكنا يان وصفك كتشرا نضو مركي سلادة تكنا يان صفك أبو خير بدن وصفك أهو الرأي دو مركي أنا صفك أبو خير بدن وصفك أبو قدن بي لماذا صفك أبو قدن بي لويري لأنه أبعد من الرجال لأن الرجي مكفقي كو الرجا أسو دوي صفك الرجا كو حيغاي خاصة واجي هور اللبس بدن ما تشرينو لبا قيت با منا كور لغا قادن جيري منا هوس لغا غنتن جيري بل مرو قار و عادي جيرتا انو سن نينكو حتى قيت كي كور بي هيلي كريم با غو ما هيست قيت بس هوس كا غنتي مركا زو نبي كو دي جيري صلى الله عليه وسلم قيت كا هوس انا كا غنتنين هلكان انتاد كو خيدو لقنتا قار جيركا قيتي سو قور كور كاميدن ها قريو هوستينا كو قري نينكا مركا هل قيت كور يو هوس با كا ودا خيدن مركو سجود هي ومركو سوتو سهي عورديس روحه كدنبيه بوددس يو اركيا الى النبي كوري صلى الله عليه وسلم دمركا مدحا كور هو قادين سجود ها كتوسينا الى رغ سوتو سان سوغبالي صوت وحوي صفكي بي كوسو خيغان مركا لكن اني اسدخ غلان او اسلتو كدان او صفكا ودا غلان مايا هذه النبي ما هين صلوات ربي وسلام عليه intii la kala fogaayn karo oo kala fogaayn jir rasuulku sallallahu alayhi wasallam hatta goobta maaninta ciida lagu tukade musallaha banka la isugu iimaanayo dumar kan dhac buu marin jiray ragana dhac buu marin jiray noloshana sidoo kale jidka marka la wada marayo waa ka nabiga sallallahu alayhi wasallam kala baxa oo qoloba dhinaca marto hadiga nabiga sallallahu alayhi wasallam kaasway marka waa dawaabida shariicadu ay dejisay mid kamid oo dawaabida shariicada waxaa kamid ah ghadd al-basar 'an an-nadhar labada jinsi markay ajnabi kala yihiin waa inaan isdaawanin waa inaan isfiirsanin waa in hadda indhahoodu isku dhacaan ay kala laabaan maxay yeelay ishu iyo fiiradu waa leeb ka mid ah leebabka ibliis baa la dhahaa waa sahan sahan ishu iyada wax walba sahamisa ayada irida furta furhi wey labo calaaqo xuni ay dhex martay calaaqadooda waxa fura u ah asaas u ah waa isha intayna jirkoodu isgaadhin oo hadalkoodu isgaadhin oo sheekadoodu isgaadhin oo haasaawahoodu isgaadhin bay ishu isqabanaysa سيد الله يريبا علماء القاركود أو يراهدين نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء مركو هروا فيرو ولا يسأركيا
مركي حكتنا والي سمو صونيا والي سنو لعدينيا واحوي معناه وباقوي والي سو باقيا مركي حكتنا فكلام والو وضح الليا أهلا وسهلا يا مرحبا بمركاكو حكت فموعد والا بلميا فاللقاء والا كلميا يا فراء مركا يا وحفري نظرة إشنا وحفرتي بلاي أردن أيضا فرتي لولا إشنا أين تشري لهين دات كان مبا إسار كان بصوبة سيداس درادت أي شرع هذا إسلامك وحي كد ذا شيء أدو أمرت الرقي الدمر با مر هدي أجنبي لك ليهي إشا يان ليسكو فيقن إشا هفيقن صور يا وحلا صوحر سيد ربي سبحانه وتعالى قرآن كويري وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم رقا مؤمنين تا واحد كتل هذا ودقار سيسا إشا قار كير لابا فرجي قودنا هحفظيين عاد قفان دي مرقا إشا اللابي دادو وحي السبب تهي فرجي حفظينتيس حبينك إلى لنتيس إشا أون لابينا وحي السبب تهي إنو سنحبن كي ترنكو إلى شمين ذلك أزكى اللهم بوالي سبحانه وتعالى إني إشا إلى ليان فرجينا حفظيان إشانا اللابان أيا أطاهر نمبضا أيا أنظافت بضا قلبي قوضة دقن قوضة أخلاق قوضة ظهارة ساسي كجرت هذيك لو وسخوا بيا دمر كان الرب يحكور سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن دمر كمؤمنات كأيغنا كل بال النبي صلى الله عليه وسلم وحات كل هذا اندهي نقارك والله با أرقين الله با في رد الداية أجنبي حدا ونينا صور ربت للي حبين كترن كان إلالية إش هداد إلالين ويدو بمعنى حبين كي ترن كواتوسها انتكتي حمان باتوسه في رسي سيداس دلادت بشرع على ضوابط دوحة كمدة إن داوشده ليس داوني إسبيرسي الهدايو نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ورسولك صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا إلهي ابن آدم ككورك سوحو كقري قيبت أما النصيب كأوزنا ذا كلي أدرك ذلك لا محالة روح والبنى قيبت زنا الله كقري وهليليا وانقليا منك فكنكر مركز النبي صلى الله عليه وسلم فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه النبي صلى الله عليه وسلم إشا زين ذي ذوائن وحدا وطوح حمانت فيرسطو عرب كزين ذي سنة وإن هالله كشهكي ومحاسن تدمرك إي عورات كودا إي وحي الله حرم إنو كشهكي عرب كزين ذي سوى لماذا سيمركز زينيستان وإشينا أركتو عرب كنا آدو بديو أو وركي معوها هاي لماذا جنسو كساب نيد آدو غشاكي وحاكو حيكتا مركا والنفس تمنى وتشتهي نفتو مركا وحباي ربطا شيقي بي دونيسا روحي بي ريحيسا كدبنا حبنك ترنك أيا أرنت مركا أما الرومينا يا أوفلينا يا أما استقا بينيني ماشا معنا وحلقا وضا انت هراء اردن و هردع و مقدمات و حبايد ديارين ايان اشو و حبايد ديارين ايسا عرب كواد ديارين ايا لقتو اي ديارين ايسا قعنتو اي سيد ديارين ايسا انت اسي مركي هوشو اذا قتان و صوت دياريان اذا يجي هوش فرين لها اما ديدي لها واحوين كترنكا يكذب او يصدق حالو فانسين ايا مركي نبي قونا فانسين ايا صلوات ربي والسلام عليه اشا في رداد وزينو حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إن المرأة تقبل في سورة الشيطان وتدبر في سورة الشيطان هوين إذا مركي كوسو تشيدنا الشيطان كو وكوف تنينيا سورة الشيطان أو كالي باكوسو قابليس مركي كاسي تشيدنا سورة الشيطان أو كاليتو أيا كاسي تشيتني سو وكوكو فتنيني فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته متكين هادو أركو هاويني وأبوغي
سيجيت كذا أما سوجيت كذا وعجبي أو نفط الرعضة يكرر هذا هدور هيه فليأتي أهله بنبي صلى الله عليه وسلم انت صار نقط خير كأي قرية كوتشوي مركز كوسار نقط حاجة هذا كوجدو فإن ذلك يرد ما في نفسي بنبي صلى الله عليه وسلم درينك كوجشرة الشيطان كوكاجف إذا سنة يهوان إذا أو كوجف اثنين يو درين كاسي هوان إذا ديبا كاتشبين وحي أدرام يسوي كاتجي أرضا يدي كسو جدو رواية كلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي معها مثل الذي معها تن أدب أردي زال وقدر دقي وح أي سيدتات كدونيس هي مدي أجري كوتشوك تي وح هي سيد كجتمد وأون إسكمد حكم كلا قدس شيطان أمبا كله وروح هذا الأرق أم قلبي تاني وضع تام ويه وحي كوكل قد سير مال ابن نبي صلوات ربي وسلام عليه فإن الذي معها مثل الذي معه سيداس درادت حديث كدنتان كلنا وحوي في رضا لبدا الجنسي أي سفيرين يان ودبن شيطان كو كفا إذي سنيو وددك أقرحينيو أو اسكفتنينيو وننك غريزة دي سينا أو كوكعينيو هوين إذا غريزة دي دينا أو كوكعيني كدب نوحي اسكو دي إنو غريزة دا روحا مالحن كردو ضوابط مركز الجامعر مان كواتس أو في رضا إن لحددو علي بن أبي طالب نبي حكور صلى الله عليه وسلم يا علي بن علي لا تطبع النظرة النظرة هذا إيشو كاجن عدو مركز وارس مرلا بده كعلن صرّه فإن لك الأولى وليس لك الآخرة بن نبي صلى الله عليه وسلم مد ظهرة إيشو كاجن عدي هذا إسكاله لقوما هستو لكن وحا لغو قبصن و لغو قري مركات كو عليس او تكو عليس او داوتو هذا امتحان وحبا يا لابا كوريجي ريركا وكوچوغي اي المها وكوچوغي اي شقادة مركات كتمدو شارعي يا ناقي قاقاونا ايو هذا هواني تهرقي قاونا يا اتكا كتمادين كي هذا وابا لسكلاسو تغيو كوريجا باليسو لحفرديابا guriga baa waxa ku farfadhiya oo kugu sugahay naaga qaqaawan haday haweenay tahay in niman qaqaawan baa guriga ku sugahay oo aadan ka xishoonayn ruux caadi ah markaad fiirinayso wuxuu ga xishood baa ku galaya ama cabsi waxa isdhi war maxaad iga fiirinaysaa inuu ku dhahad ka yaabi sooma laakiin markaad inta television dhigato aad u jeedsato oo meeshaasi waxa qashiga ka socdiyo xurigii qawananta aad daawanayso ilaahay oo ka cabsan mooyaane wax yac ku dhima jiro wax aad ka baqiyo waxaad ka xishoon midna ma jiro imtixaanku marka wuxuu gaaray xataa guryaha dhexdoodii inaan ku nabadgeli laan walaa guryo walaa masaajid walaa meel la isugu yimaado fitna waxay noqotay shaaica oo caamay noqotay dawaabida loo baahanyahay marka taas way xaalaad daruura ah oo dani kugu qabatay oo dani ka liftay fiiradu mamnuuc ma laakiin asalkeedu waa mamnuuc shariicaduna ma ogolo mafaasid iyo dhibaatada ka dhalan kartana taa aan tilmaanay iyo kuwa la midow waxaa ka mid ah dawaabida loo baahan in la ilaaliyo labada jinsi markay ajnabi kale yihiin isma taaban karaan jidhkooduna isma gaadi karo mar hadday ajnabi kale yihiin ninku hadduu taabto haweenay ajnabi ka ah wuu zinaystay waase zinadii yarayd waa yar yaraysi samala zino waa zina yar intaa tiraahdo ha iska qasan yar yaraysi male haweenayduna nin ajnabi ka ah markay jirkiisa taabato way zinaysatay waa calaaqo khaldan waay xiriir khaldan waay sidaas daraaddeed ayaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka fi saxiix muslim kutiba cala bni aadam nasiibuhu min azina ibni aadam wixii uu zina ku lahaa iyo qaybtiisii waa loo qorayo way u qadarantay mudrikun dalika laa maxaalata laba gooraba ilaa wa ilaa mana waa kii ku dhacay wey falcaynaani zinaahuma annadar waludunaani zinaahuma alistimaac waallisaanu zinaahu alkalaam walyadu zinaaha albatshu buu nabiy sal lay wasalam waarrijlu zinaaha alkhutaa labada indhood zinadoodu waa inay wax daawadaan oo xaaraamta fiirsadaan labada dhagoodna zinadoodu waa inay xaaraamta dhagaystaan carabkana zinadiisu waa inuu xaaraamta iyo xumaanta ku hadlo ku haasaawo
gacantan zinadeedu waa inay taabato wixii laga xarimay jidkii xaraanta ahaa inay taabato ajnabiga ka ah gacan zinaysatay lugtan zinadeedu wax weey waa inay u socoto ballantii lalahaba u sii socotaa intaadan hawshi weynayd ba gaarin lugtaadu waa zinaysanaysaa saas wey macnaha nabigu markaa kadib baa wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh والقلب يهوى ويتمنى قلبك واجعلانا يا وانا الدونيا كل واسكال ميني اشي لقيه لقيه قعنتي قلبك واجعلك يدوني دي كإيمان يسو نمركا كذبا نبي وحوري صلى الله عليه وسلم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه مركا كذب حوشي حميد فاحشدي إنا يدعو وحيكو حرانتها إنو حبن كفوليو إيه إنو ديدو بينيو شدد حيث مرك تاب الشدق عنت وممنوع بل نبي جينا صلى الله عليه وسلم حديث كمعقل بن يسار في معجب الطبراني بسند صحيح أي النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له متكين إن انت إربض لقاته إربض انت لقاته مضح إن لك قدره oo maskaxda laga duleeliyo ayaa u dhaanta ugana khayr badan haweenay ajnabi ka ah jirkeeda inuu taabto walo fiirsada haweenay ajnabi ka ah xulihii waa inaad eertahay oo ilmaad eer baanu nahay oo labaan kala tirsanahay sheekh waanu isla soo dhaqanaa weliganaba taan aanu ahay abbowiyo abbaaye inaad eer baa la leeyahay majlis baa la wada fadhiyaa bal iska ba dhaafay salaan iyo taabashay waa la ismucaanaqaynayaa qoortaa la isdhaafsanayaa waa dad isguursan kara wa inaadeertaa waa ajnabi bay kaa tahay inaadeerka ajnabi buu kaa yahay haddaad haweenay tahay wax idinka dhexeeya male isguursan kartaa isguursan kartaa waa xaraan waxyaalaha shareecadu ay diidan bay ka mid tahay dadka rag iyo dumarka jidhkoodu isgaadhi karo ama waa ragga waa dadka asal ahaan aan isgeyin aan isguursan karin hooyada walaashaa habar yarta ayeyda wahaakada gabadhaada tay kuway sii dhaleen caruurtaada awowga u tahay wahaakada ama waa haweenaydaadiioo xaaskaagii weeyaanoo xadhig isu kiin keenay waxaan intaa ka ahayn jidhkeeda waxaad ka doontahay waa qalad jidhkeeda inaad taaba tahay waa mas'alo shareecadu diiday weeye sidaas daraaddeed in labada jinsi ay isdhex galaan ilaa heer jidhkoodu isgaadho waa masalo shareecada islaamku ay ogoleen waa daawida loo baahan in la ilaaliyo in jidhku in ilaahay kelimadiisu isu xalaaleeyo laysu xalaaleeyo mooye si kaleeto isuma taaban karayo isumana gaadhi karayo macna waxaa ka mid ah dawaabida shareecada in la ilaaliyo loo baahan yahay calaaqada labada jinsi ka dhexaysa in aan laysla gooni noqonin oon laysla cidlaysanin oo nin iyo haweenay ajnabi kale ah inayna meel iyagoo keligood a ku cidlaysan guri gooniya inayna isla gelin baabuur gooniya oo muraayaduhu xidhan yihiinoo macnaha wax weeyaan ayna isla gelin inaan laysla khalwoonin maxaa yeelay haddii laysla cidlaysto laysna doonayo horayna aan u soo sheegnay labada jinsi meeshay ku kulmaanba sida magnetkoo kale isu jiidanaya hadda mar haddii meel cidla ah oon cidna laga xishoonaynin oon indhuhu ku qabanaynin haddii laysugu yimaado nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam kaana shaytaanu thaalithahumaa shaytaan baa saddex ku ah fadhiga iyo wada jooga ay wada joogaan shaytaan baa saddexeeyo weheliya laba isu baahan shaydaanna saddexeeyo maxaad filaysaan meesha inay ka dhacayso isku qalqaalinaya soo maaha ziinadoodii quruxdoodii buu istusayaa wuu isku soo dhowaynayaa wuxuu ku dadaalayaa inayna meeshaa ka kicin ayagoon xumaantii samaynin sidaas daraaddeed waa taxadar waxyaalaha taxadarka shareecadu qaadata bay ka mid tahay intii waxanba imaan lahaaba iriddaba ha la xidhaba islama cidloobi kartaan haddii laga maarmi waayo waa ragga ninka waa inay rag kale la joogaan hadday rag badan yihiin hal haweenayba ha ahaatee khalwadii waa ka baxayaan markaa hadday dumarku badan yihiin khalwadii waa ka baxayaan laakiin waxaa laga cararaya wax weeyaan waa nin
يهويني كلي قد ميل فاحشادو كان دعي كرتانا كو علا يستيو كو كلي يومي ساز دراديد ونبي صلوات ربي وسلام عليه أحاديث صحيحة أبو أرينتا إيادا كدي ديا بل وحولي نبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء وروحان إذين كدقيا إيه هنا الدمر كأوغشان حديث كاسي بغاري مسلم صوصاري حديث كعبد الله بن عمر سيدوك النبي وحول صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ما أنت كذب يوصن من أقل هوين إلا كم قيه مغيبة وهوين إذا من كذي كم قيه نين يوصن قري أقل إلا إنو ننكل للصعوده أما اللبا أي للصعودان مويه مصيبة هذا وحي كتبته واجي ورسي جماعي يا الله وضا النولاء ضد وضا النول أو قرابة أو قريقة ضد بدن كنو ليهينو وحي معنا وحوي روح فاحشة وقستين مويانا وح يعني وحوي شذوذات كو أين بدنين بالله واجي هوري لكن عالم كان هدي لي والروح والبقوري قوني الدقي gabadhii guri gooni ay degan tahay hooyadii guri gooni ay degan tahay degan yahay ki dhalinyarada guri gooni u degan yahay nin walba meel gooni u degan yahay meeshaasi waxa ka dhacaya iyo waxa iimaanaya allahu aalam ah laakiin waa nooc kamid ah taysiirka fududeynta xumeynta la fududeeyay kamid khaasatan markay dumar tahay haweenaydu ay dumar tahay asal ahaan waa inay dadkeeda la deganta أما وإني جوري ننكل أو ننكذي أكو ريكتو أما وإني دت كذي أهل كذي أبه دي ولا له دي أبتيج دي الله نوشة لكن هو حويان هوين أن أنت من الله نور له كل جد نور كل جد نور ولا صوب وقنايا ها هبل بقوي مد وكل جد ما شاء سعبار لجوها صاويا لجو شيخي سنايا لجو قحوينيا شهبة لجو عبهيا وكل جد عجائب الله أعلم واحد ماشى كسر ما تحت ما دون السطور ماشى واحد كسر هذا وهل الزين يستي أنا جمرد يكرن لكن واحد شرع هذا خلاف سن بالقول دعي واحد شرع هذا خلاف سن أطلق الشيطان بيدت كسر كل دعي وحيلها إن لسك إلى اليلوب هي هي أي كمت ضابط ده شرع هذا ده شيء إلا ليالينا قبان وحوي لبذا جنسي قرت أي نقطة إن كل مان oo kala marmi waayaan inay kulmaan ajnabina kala yihiin mid walba waa inuu ka fogaado xaaladda iyada wixii kicinaya ka kala dareenkiis ruuxa kala gariisadiisa iyo shahwadiisa iyo dareenkiisa iyo damciisa wixii kicinaya waa inuu ka fogaado haweenaydu khaasatan waa inay ka fogaato goorta ay rag ajaaniba la mucaamalonayso inay ziinadeeda iyo quruxdeeda muujiso ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى دمر كمؤمنات كابل لها اللي كوريجينا كسقنا ذا حداد إنا بحذان كم مرمي ويدان قروح دينا هي الزينة دينا هموشيننا سيد الدمر كي جاهلية ذا قال ذا إسلام ككهري وروح ذا دو أموشين شيران وكلا سيد هسوكلا هي لنا وامد كان تيشر عدو إني واجب سحي شابك هو هوين إذا مسلمة ذا ما قبرنا مسلمة ذا مركي لم عملون يسرق أجانب ذا أما بنان كبايو بحيسه إني سحي شابتو وامد كنتين شرعاتو تلاهدو مركي بحيسو وحيا لها ادودقون اي عذرك اي برفونك اي بخورك اي هلايس كدايو لماذا؟ لان هدين ننك ايشي سينا لسوچت سنكي سينا لسوچت نفتو ميل ميشي اوبوك تلقى الرعي سوليس دبقل ماي شرعاتو وحيدي دنت هواتا نبي قنا صلوات ربي والسلام عليه واكا كتل مامي haweenay ida ayadoo cad raysa oo soo udgeysa gurigeeda ka baxday waa zaniyad maxaa zaniyad way loo yiri lannaha fa'alat ma yad'u ila zina lannaha waxay samaysay wax ugu yeedhaya oo ugu baaqaya ragga zina ugu baaqay ugu baaqayo urka iyo udayga marka la helo waxa weeyaan shahwadii iyo qariisadii baa kacis talidideen yahay iyadaba isla qodobka laftiisa waa ka keenay إني شرعاتو ترى هذا لبدا جنسي مركي وضا كل مان يين هذا الك يسد بعنن هذا الدبع سن ومعان ودتك سوت شيدنيا وربي تان كم مغضية دمع أكو هالنا
وقال الله سبحانه وتعالى قرآن كيري فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ها هذا الكهتش العنينة هدب عنينة ها او هذا الدب عسان دمر كيف على قوضة متك قلبك كتشرني مركا اذن دمعو دمع باق لي. ها هذا الكهتش العنينة هوين ايضو او هذا الوحوغا او كم موقضة وحوغا سو تشيدسة كم موقضة اي نينكي كل هذا شو وحبس لي والله ويبا كربتابا. ها والله ماشني ميل لقفق هذا مبها وميل لقاتش عليه. فيطمع الذي في قلبه مرض الله قلوب تكور هيا اي حقو قال كوا وحو ليه كان هم قريق قلبك كتشرني وحب الدمع القليم بوحك الاسكرنا فيه هذا الوحو قال يرد بعسا ابو سودو وكله ابو سودو بس انت وحو قادا الا الربوة هاوشو سودو وكليا ما هي انت وح كوين إيه هنقول أنت كون بيسير كتير. كالي شاه عبماها كالي ماشى كنا سماها كالي هلا يسالام ماها وح كون رتش كون بيسير مركا كتير. دمع كون بيسير كتير. مال بوها انقلت هاجيا. سيد الزراد يدبر بوحليها فلا تخضعنا بالقول هذا الك هتش العنينا. وحل يدي وقلنا قولا معروفا هعيت منا. معنى هذا الكاتشل إننا ماها معنى هذا ماها عاية ضدك ماها ضدك عاية ماها ضدك أنها عاين هنا أفلق دين هذا الكنها كوقا لفنن هذا السوتشي تنها كلها لنا هذا المعروف وانا اكسنو سي طبيعي ضدك أولا هذا الهداد اللي كلم مارمي وايو إلا وضح الله هذا الله المركر ما قال لماذا هي مدنية دو كنتي هي معنى لأنت خاصة ضدك دائرة الرقي ويلشي قبله إصلاف زنيان كاوي ميتك اللقاء الله يو فلا تخضعن بالقول هذا الكاد دبع سن دايع هذا الكاد دبع سن توجيه وحيالها شرع عدو دي ديبك مت معنى هذا ما شرع اهان رقي الضمر كميل اسقو ايمان اسقو ايمان كران ما واسقو ايمان كران ميل عبادة اسقو ايمان كران وكوة دي توكن كران سوق با كرد حين كروي كوة دي ايقان كران قوب وحبر شوي كل من كرتا لكن لو قوربا وانا اين اي كلا فصلسيهين وكلا سعيهين حدنا مع ذلك وإن وحكست أو غريزو شهوتك عنايا إن لقفوا هذا وي معنى وحكم إذا قضى بدأ مهم كا مركي لبدأ الجنسي أي ربان إني كلا قتان دن توضا إسقورسن ربان حاجة إيا باهيدا أي قدان يعني وإن الدريق هذا مرتو قبرنا وإن أهل كيدي رير كيدا لقصو دونو ويولي كيدا كدن بيسو ninka doonaya haweenay inuu guursadana waa inuu dariiqi u maro oo waligeeda waydiisto ehelkeedii ka doono banaanka waa inaan la isku eriyanin banaanka waa inaan la iska khudba siraysanin meelahaasi waa inaan la isla gelin wadaadda waxa leeyo oo meelahaasi waxoogaa intay qaadaan dadka isu meheriya waa inaan la aadin waa inaan la ismasaafaysanin oo la isla cararin waa in sariiqi saxda la isu maro haddii la isguursanayo oo guri la wada dhisanayo oo nolol la wadaagayo oo ilmo la dhali rabo oo shahwo la isku gudan rabo waa in dariiqii shareecadu dejisay la maro waa in gabadha waalidkeedii ehelkeed loo tago iyaduna ayna noqonin waxar baadi ah oo meelaha bannaanka laga kaxaysto waa inayna noqonin xoolo markay baadi yihiin baa meelaha dhegta inta la qabsado la iska kaxaystaa gabadhii karaamaysnayd ee sharafsanayd ee la korsaday ee aabaheed korsaday reerku koriyay ee yacni waxa weeyaan meesha qiimaha ku lahay halka qiimaha ku lahay inta la iska yimaado uun midayna garanayn inuu majhuul inuu dhagta iska qabsado iska kaxaysto waa masale iyadana ceeb ku ah kan samaynayana ceeb ku ah shareecada islaamkuna nebigu wuxuu leeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweenay kasta oo guursata iyadoon weligeed u idmin aabaheed u idmin weligeed u fasixin raalli ku noqonin guurkeeda waxba kama jiro laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahidi cadlin guurka iyo zinadana waxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya waa ciilaanka inuu noqdo guurku guur la og yahay laga qaybgalay muxuu ahaayey la ciilaamiyey aclinu nikaax laakiin qarqarsoodi wax qarsoon haddaad aragto wax qarsoon timir laf baa ku jirtay yidhahdaan soomaalidii wax la qarqarinaya haddaad aragto xaaraan kama marna
أعلن النكاح حلال مال النبي على قشاية موتية ومركي تشيت كيسية طريقي صحة الأمر هدي لدونا ينكر إلى دستنا أو لسكور ريروبنا وإن طريق على مروة وحكم إذا قضى بدا مهم كأه هي ضوابط الشرعة أي بيجسي لبدا الجنس حلول ككتا حين كريا وإن لبدا الجنس مدول با أو لازم أو كس عضو إلهي سبحانه وتعالى وحو أبوري يقابك أبوري يضبع عضو أبوري جنسنا وإنو سن جنسك كالدقن كسر هذين خصائص باشرته وحلا بدا جنسك الحيانا واشرا جنسي والبوحو قون لي هين واشرا لبسك هديتها تكوينك يا شرك هديتها قابك اللي سقر حي هديتها وحي خاص كؤر دمر كنا وإن الدمر كل لازمان وحي رج خاص كؤر وإن الرج لازمان لكن وحل ديدين هاي رجوا انت بقن كودي كفا لا جوبان إن بقن دمر قاتان أما الدمر كو انت بقن كودي كسو فلا جوبان إن الرج إسكيال لغدان والرج بقن كودا قاتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أرنا لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال لعنت إلهها كل عضو دمر كرج إسوء كيسيني والمتشبهين من الرجال بالنساء رج الدمر كأيقون إسوء كيسين يا رقن كي الدمر كقاضنا ينا اللعنة إليها كل عض أحمد أربعة صوص النساء مو يحدي كاس أبو هريرة كسوة كلا نبي وحكورنا إنه نبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة نينك لبس كدمر كقاضنا يا أو سيد الدمر كقول لبستين قول لبستني سي أصعدان أصعوني دقن كوديو كلا يلنا أخلاق الدمر كجونيد أو أحد قاضنا نينك النوع عاس إلهي اللعنة دي سواكو دعب ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل حوين إذا لبس كالرق قادنس بركي الرق خاص كأوها بقن كي الرق خاص كأوها سعد كي الرق خاص كأوها حوين إذا إيادنا قادنس سوء كيسين إيسا الرق أيادنا اللعنة دي لها كون عذب النبي صلى الله عليه وسلم حال الدون يا لبدن جنسي أبور كودي وقال لك للدويبة سبحانه وتعالى ولو في رسالة marka ugu horeeyay dhashaane hooyada caloosheeda ka soo baxaan isku nooc uma yeelan isku nooc uma yeelan markay koraan oo ay weynaadaan mid walba wuxuu yeelanaya khasaais ka duwan kan kale ninki jirkiisi wiilki jirkiisi waa adkaanaya murqu yeelanaya garba ka soo baxaya waxa kada macaalim waxa ka iimaanaya ninimo haweenaydina macalimti dumarnimo ayay markaa yeelanaysaayo naasa imaanaya codkeediba cod dumar noqonaya jirkeediba jir dumar noqonaya ilaahay baa kala duway abuurka ku kala duway subxaanahu wa ta'aala mid walbana waxa loo diyaariyo loo hagaajiyay muhiimadii uu nolosha ka qaban laha dumarka waxa sidan loogu abuuray ilaahaygii abuurtay baa saa ugu talagalay sida uu abuuray iyo shaqada loogu talagalayna way isleeyihiin رجنا إلهي بس سيدا وأبوري الله ساء وأبوري هي إيه الشقد وقلت لك قال إنا قبطان أو نلاش كقبطان نو إسلي سيدا صدردت إن وحي اللي يسكت لحضرة أو رجينا حاجة ويا عن دمر كنا حاجة أورا ويا عن رقن كي يسكت خلدمه ومسألة شرع هذا إنا أقولين لبدا الجنسي على قدر كده حيزاي وإنه ميد والباء ولازمه خط كي يضريقي الله وجه رجنا ورج دمر كنا ودمر دمر نمدنا ليديد معه رجنا أمان معه رجنا أمان معه دمر نمدنا ليديد معه ليديد يوم حو هاي هي أمانته وحي كتي مادا روح أخلاق دي سي الدين تي سي بقى كي سي كتي مادا دمر كنا إن دمر نمدي كعران ودمر بمعنى ليديد وحل ليدو كلا تلو فهم رجنا أيو فهمان محو هاي أما أي رجي قار كم إذا رجنا نمدي إنتي كعران دمر وعران ومسألة فطرة هي أبورك الرب سبحانه وتعالى كسهر شدة تانا أيضا وحو يوم وقضب مهم أو حسد مدن وأيضا إلا إلى لي أباهم حقا بحيا وقصوا قبا قبيني طوابيد علاقات كلمات الجنسي إلى لنا سيشرع عدد الجنسي شروطه وحكم ده حقوق ده عام كمسلمين في إسكوليهين بين لمدى الجنس إسكولي حقوق ده عام ك وحقوق ده عام كمحكم ده عكم إذا لبدا الجنس مركي كل ما هو إستسلامي كران سلانتي إنا إسكا قادان هدي تشردان وإسبوقان كران
هدو ميتكود هندسو الحمد لله إلى ذاك كلاو أدعين كرا يرحمك الله هدي ويسوه يلين كران ويحي حقه ويسو كاشن كران وتعاونوا على البر والتقوى ويحي وناقه حق ويسوه يلين كران والوالغا مرمان ظلمك إن إصدلميا لبدا جنسي وحاران وما دام الروح مؤمنة هوين إذا يرقوا إن إصدلميا معها إن أي إسخذلانيان أو أديق أو رقأ كبر مسلمة ولا شيء هيلا هذا أباهن أذن أهيلين وخلت وإن إسهيليان ما دام إيمانك كده حيو حسدك يسمعيك يكل تشيتسك يسجوينته حرام بكتر حقوق دي جود النوع عاس المسلمين تجود هن كده حيزي لبده جنس وكده حيسا ما دام إيمانكم مذيع ومؤمنين أي وذيهن لكن مرك النقطة لبده جنسي هو الحديدين حق كل من ما هكذا حين كريه ضوابط شرع عدو دجسي وقوة هي قوة كل الله بده روح مرك مسلم كا رجع هدوية هي الدمر هدوية هاي قال الله ما هلاين كمان هلاين قال إلهي دينتي سبع أنود ديار سنين لا ما هلايو أو مرك أرمها لقاها هلايو روحي لقلاها اللي معها لكن يا الله الله يا وعلى الله الله يا دمر يرق الله رميسن شرعي إلهي سود شيء النبي محمد أسود ليبينا قد يارسن إنا قاتا هو النوع عاس مركع دين النهاي وإن الضوابط شرع هذا إلى لنا وإن الإله سبحانه وتعالى شرعي سا إلى لنا على قدر يحرير كإن الأحمرية الله سبحانه وتعالى وكقرآن كإنه شيء وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار الله هدو أرنقويو أو أمر بحيو شيء ريبو مؤمن إيا مؤمنات خيار ملي هدي حقا مؤمنيهين هدي نبهان مؤمنيهين أمر إلى هاي بحيي شرع ألا دكشيي سيد دونان إني كي يلانو خيار كوضياشان ملها لكن واجب حيي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا الكلاء أفر المؤمنين تمتشر مركو إلهي كتاب كيس الله ويارو شرعك الله ويارو إن إلهدان مويه وان مقلي إن قادنا الديار بانون هيالي لكن إن لسو استاغنو ورواقي اللي اسكال سوحيك روايه معه أدون كي هذا هو الاسدح قلي وحال لقاح الله يا وكون سنة كور كون سنة كور بوذاتكو كاح الله يا تمدن كان إيو البحن مدن إيو ريم مقال مدن إيو عالم كان تقي حد هل اسكيل إلا ليو وما فير سنكرت المحوها هواني مدى وانكرت ومحوها شكان سيها ساوق وانيا مقل كرت ونين قوني لما نقوان كرت دو اسئلالي ها حوكاها الله يا وذاتك مركاسي وحوي ذاتك اسلام كاهو لومني نفط هذا بينها وشيء مسلمتي لأن مسلم وهو قانسنة شرع إلهي بقوه قانسما سبحانه وتعالى مؤمنين مرهدين الناي شروع داس وإن إلى لنه لكن كأني هورين لهانش إن الصومالي هدين الناي وحبضا باكاها الله يسان وحبضا إيكاها الله يسان وحكم ذا حرير كالرق يضمركو واهل يسنا واهل يسنا شروع إسلام ولا إلى إنش لمشر كذلك مركي مجال الصوق علي أو رجل بيت كلب قلبيت كي يرقن كودا إيو يعني وحويان استجنا التأثير فربض وحبلا بعلمي سداس درادة بلشم مسلمين النهاي رج يضمر بوائنا إلى أن شروع لا إسلام ك عدي محرم كو أنا إلهي وكوفة صحيح سبحانه وتعالى حرير كينا عدي محرم أنكو أهنو أجنبي كا حدود دي أجنبي كا هي على قد النصين نقول يسوع وإن شروع دي النظام كشرع عدو دجسي دينت إلهنا سبحانه وتعالى أي نظام يسوع وإنا إله لنا هديك للدباتة إنه إيمان يسوع أخلاق دينا هلا بيسا الدنيا دينا آخرة دينا وإن كوخ خمارة إنا وانا هلا بيسا انت أستان كلمة كسوة كما قمين يا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الجزاء شيخنا شيخ أمل إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك أوصاره إننا إله نقدر يكون أنتوا تهدتوا سنقات إن شاء الله شيخ معلن برأي الدمر قرآنك بلا ستار أما حجاب لان مباركرا سيو الغدك قرآن سيو الجديد سربائن والصحو تجويد كودا إيقابك قرآنك وقرنا الخلية تفضل بسم الله الرحمن الرحيم نبي صلوات ربي وسلام عليه ومضى إستقى معلن وها رقي الدمر بنا إستقى دين تلقى قادن شري دمر كنا مساج كبن كيسة دنباي فري سنشرين وحا إلا يا واحد دربي يا واحد مرا أولا حين شرتين مالها الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب العلم وحو قبابيي باب وقوع الدين يو نبي صلوات ربي وسلام عليه هوانك انو وعدي اوغتغي بلا الله واكي لسعدي واكي اسهرتاغي الى او بلا التلمامي هواني نبي قال الله هذا الشيء او دمر كي ميشا فدي كمده او اوكو تلمامي صفعاء الخدين لمن كذا حتى سوء يالي وتلمامي أرنت سي واحد تلمامي سامركا نبي صلى الله عليه وسلم مركا لون نغدا هذه جيسي دمركا مركا نغدا وحل برو السجن واحد شاب قلنا حين نبي واحد بريشري رسولك صلوات ربي وسلام عليه حدي مركا دمركا لوه اللي كرا دمر واحد برا أو قرآن كبرا دين تبرا أيجو إن إسبرام بافي عن فتنة دنا كفك ولا نسي الله يلو هدي الدمر كيل ويا الدمر دين تبرة لجنا فرصة ويا إن الرج وحبران حدنا وحن لنا هاي هدي اللي هلي كرو أي سرو بكرتو تعليم تدمر كلا سينا يو أي تاي درس لا سينا يو كله أو مركا أوبا هنا إن معلن كأركان وحب الله جم أوبا هنا مركا إنه سهر استاجو او معناه وحوي اوسن ومعناه وحوي اي فيريان وحبا او غما باهنا مركا حديث لغه مار موي انو فرتي برو صبورده وحو قورو وحو تلمامو وحون اني اركان اي او باهين هادو بريو اسغون حجابنا ودخينن مرنا ودخينن بو بري كرا وانا هديغي النبي صلوات ربي وسلام عليه هديغي النبي وي وحا لا ديدن ياينا وحوي سن سو شيغنيبا هل نين يا هل دمر اني غري اسكولا خلودا dumarku haday badan yihiin ama ragu badan yihiin waxa xadiis ku soo sheegnay inaysan dhibaato lahayn hadiiba xawaajtiya danaha adduunyada loo kulmi karo danaha cilmiga iyo aakhira in loo kulmaayo waa ka sii xaq jiraan waana ka muhiimsan yihiin hadiise taasi wax weey laga maarmi waayo wax dhiba ma leh hadii laga maarmi karo oo qaab kaleeto oo looga maarmi karo ay jiri karo dumarkii ragii oo kale xijaaban way ka fiican tahay wabillahi tawfiq jazakallahu shaikh umar su'aasha kale aan ku soo gabagabeynayo su'aalaha sheekh sidoo alla sheegay guurku waa naxariis iyo galgaceel laakiin meelahan sida warqadda ku qoran ragga waxay ugu stress badan yihiin ugu deganaasho yar yihiin markay gurigooda joogaan dumarkuna waa la mid taa maxaa sabab u noqon karaa oo loo geli karaa galgaceelkii iyo naxariistii uu alla sheegay falay tafadal sheekh بسم الله الرحمن الرحيم غوركو واسيدا إلهي أشيغي سبحانه وتعالى وحسلوني يكل قعيل يدقناش لكن غوركو غورمو سيدا نقوني مركو يهي غوركي الله شيغي شريعاتنا وافقسنا لابد الروحنا أيهين دتكي شريعاتا كسعدي مركز غوركو نقونا يا لتسكنوا إليها هذه مركز غوريه غوركي كو حسيل لا ذهين ضدكي لا شيغي ويدان أهين غوركي نونا كي لا شيغي ما إلهي بين ما شيغين سبحانه وتعالى قرآن كنا بين ما شيغين لكن وحن أوصفين يا تلمام يو سيدة دبا ضد با كرمو با هذه أن دريقي سيل لمرين لما قاري
لبا اسكورستنا دمانتوت لبا كستو اسكورستا غور كودو حسيلوني ما نقضو غور كودو حسيلوني ما نقضو وحسنو نقنينين اما شريعة دي بي خلافين هوين ايدي با ناشيزاء ننكي با وحو يهي غير مسؤول شروع دي غور كسعدي با شروع اسلام اهين dariiqi markii hore la isugu guursaday ba khaldana markii la is aroosahay ba wax la qasay oo shariicada la khilaafay ilaahay laga cadeeyay wax badan ba la galay hadaw in lagu gubani ma shaki ba kaaga jira markaa hadii la gubtay oo meeshii ay noqotay god naareed ay noqotay xasiloonada laga sugahay alla been ma sheegina idinka khaldamay xaqiina wax ka halaysan maadaama xaqiina wax ka halaysan yihiin idinka u baahan markaa noloshiina dib ugu noqota guriyaheena waxay ka bixeen shariicadii nidaamkii lagu wada noolan lahaa shariicadu dejiyay shuruucdii haweeneyda loo dejiyay kuma socoto kuwa gaalaa lagu socdaa ninka mas-uuliyaddiisa iyo xil iyo xilkii saarnaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu labadii cunsur ee guriga uu ku maamuli lahaa mas-uuliyaddiisii waa lala haystaa oo ama khaalisubaha ama wuuba dayacayba marka taasaa keenaysa walaalayaal inay guryuhu noqdaan xasiloonidii iyo degenaanshihii inay waayaan laakiin guri ama yurub ha joogo ama afrika ha joogo ama aasiya ha joogo adduunka meesha dooni ha kaga noolaado guri labada isguursatay shareeca ilaahay ay ku wada socdaan gurigaa waa lagu xasilooyay waa la lagu nasan yahay waana lagu degan yahay hada wabilahi.